للمزيد من المتابعة في هذا الملف ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور طلعت عبد القوي، عضو مجلس النواب، رئيس الاتحاد العالمي للجمعيات والمؤسسات الأهلية. أهلا بحضرتك يا فندم. يعني أولا، ما الذي يمثله اختيار القاهرة لاستضافة هذا المنتدى الدولي كأول دولة أفريقية تنظمه منذ أكثر من 20 عاما؟ يعني طبعا دي شهادة كبيرة جدا بتنضم إلى الشهادات العالم كله بيعترف بيها، إن دولة مصر دولة أمن وأمان ودولة استقرار. وهذا المنتدى المهم جدا اللي هو يعني بيركز على موضوع التطوع والمتطوعين، وإحنا طبعا الحمد لله مصر تتمتع بعدد كبير من المتطوعين. التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي قايم على فكرة التطوع وفلسفته هو التطوع. احنا عندنا 36,000 جمعيه ومؤسسه اهليه فيهم عدد ملايين من المتطوعين من الشباب من الجنسين. احنا طبعا قانون التحالف الوطني بيسمح ان احنا نستضيف مثل هذه المنتديات. طبعا دي شهاده محترمه جدا للشعب المصري وللتحالف الوطني وللمجتمع الاهلي. الحمد لله طبعا احنا هيبقى في تدريب للمتطوعين، التحالف هيختار المتطوعين ثم يتم تدريبهم التدريب الكافي في الأكاديمية الوطنية للتدريب، تمهيدا لانعقاد المؤتمر اللي ان شاء الله هيكون في شهر نوفمبر القادم، وهيكون بالتعاون مع وزارة الإسكان والتنمية المحلية. وهو ده طبعا فكر جديد ورؤية جديدة موجودة، وان احنا طبعا بنبين للعالم كله ان مصر استضافت قبل كده بفخامة رئيس الاستضافة مؤتمرات الشباب على مستوى العالم. النهارده ابتداء ده مصر بتستضيف منتدى جيد للشباب المتطوعين. احنا عندنا قانون الجمعيات والمؤسسات الاهليه في باب خاص بالتطوع. نعم. عندنا وزاره النمو الاجتماعي ستعلن قريبا الدكتوره مايا مرسي استراتيجيه الوطنيه للتطوع، فاحنا طبعا يعني بنسعد بهذا اللقاء وبهذا المنتدى. طيب دكتور طلعت، هل تعتقد انه المبادرات الرئاسيه والمجتمعيه التي شهدتها مصر خلال الفتره الماضيه، ربما ياتي على راسها مبادره حياه كريمه، هذه المبادرات هل كانت داعما اساسيا لاختيار القاهره لاستضافه هذا الحدث وجعلها مؤهله لاستضافه هذا الحدث الدولي المرتبط بالحضر والتحضر؟ طبعا يعني كلام حضرتك طبعا منطقي 100%. مصر تشهد نقله كبيره جدا في مثل هذه المسائل. مصر مبادره حياه كريمه انا بعتبرها بنسميها مبادره القرن، مبادره بتستهدف 58 مليون مواطن مصري في بنتكلم اكثر من 4500 قريه مصريه، بتدخل فيهم كل البنيه الاساسيه، الصرف الصحي، المياه، يعني الشرب، المساكن، الطرق، الكهرباء، ورك شباب، وحدات صحيه، وتنتهي المرحله الاولى اللي في 1460 قريه استفادوا بيها بتكلفه وصلت 350 مليار، وان شاء الله في البدء قريبا في المرحله الثانيه. ودي طبعا يعني انا بقول يعني اكبر عمل ممكن اي دوله تقوم به، وانا طبعا ده يعني عمل يحسب لفخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي هو اطلق تلك المبادره. ولم تنتهي المبادرات، عندنا مبادره 100 مليون صحه اللي تم القضاء بنبيه فيها على الفيروس سي. النهارده الاسبوع الماضي يعني برضه توجيهات فخامه الرئيس اطلق رئيس مبادره جديده، وهي مبادرة بداية الهدف منها دعم التنمية البشرية والقوى البشرية بالنسبة في مجالات الصحة، التعليم، توفير فرص عمل، الهوية، الثقافة، الرياضة. كل دي مبادرات طبعا بتخلي بناء الإنسان المصري، ده طبعا دي كلها بتدي قوة كبيرة للدولة المصرية. وانا طبعا بنسعد بان كل ان مصر دايما تبقى هي دي كل التوفيق ان شاء الله لمصر في تنظيم هذا المؤتمر، وبالتاكيد نحن متابعون للتحضيرات والاستعدادات الى ان يعقد باذن الله في شهر نوفمبر القادم. جزيل الشكر لحضرتك الدكتور طلعت عبد القوي، عضو مجلس النواب، رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الاهليه، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.